ما آخر التقارير التي وصلت إليكم عن الحالة الإنسانية في السودان؟ أولا شكرا لاستضافتكم. الحالة الإنسانية عم تتأزم يوم بعد يوم من أول ما ابتدأ النزاع المسلح بين الأطراف بالخرطوم، أولا نظرا لشدة الاشتباكات، وثانيا لأنه الاشتباكات عم تحصل بمناطق مكتظة بالسكان، بمناطق مأهولة. اللي عم نسمعه أكثر وأكثر هو الاحتياجات اللي عم تتم على صعيد الصحة. عدد كتير كبير من المستشفيات عم تبلغنا أنه وقفت العمل نظرا يا أما لشحة المواد أو لأنه الكادر الصحي ما أنه موجود. وبس بدنا نكون صريحين ونقول أنه الوضع العام ما بنعرفه بعد، ما بنعرف، ما عندنا إحصاءات، بس لأنه شدة الاشتباكات ما عم تسمح للأسف لنكون عندنا صورة واضحة. نعم. لقاء مع الكوادر الطبية وإلى آخره. ولكن في هذه الحالات سيد باتريك، هل يكون ذلك مؤشر لمثلا انتشار أوبئة معينة، انتشار لأمراض معينة، حالة صحية يكون لها شكل محدد؟ والله سيد الكريم بتصور هالطروحات بعد بكير لنطرحها، لأنه نحن بالخرطوم يعني بعاصمة كانت شغالة المستشفيات، المرافق الصحية، المرافق العامة. الخوف اللي عنا هو أكيد أولاً للحالات الطارئة، للحالات الجراحية يلي بتطلب جراحات معينة أو تدخلات معينة، بده يكون في مواد طبية لنقوم بهالجراحات وبهالتدخلات أو المستشفيات تقوم فيها. وعلى هالأساس هيدا يلي رح نشوفه أكثر وأكثر، جراحات حرب، جثث بالطرقات، كلة أو شحة مواد طبية وأدوية، الأمراض الطويلة الأمد مثل غسيل الكلى وإلى آخره، بدها مواد خاصة لتستكمل التريتمنت. يعني هاي هي تقريبا الأمور اللي ممكن تحصل بالإضافة إلى شح الكهرباء، المياه والاحتياجات الأخرى يلي أي إنسان اليوم بفترة رمضانية محتاج لها. ما هي خطتكم سيد باتريك؟ والله اولا نحن خطتنا انه نكمل الاتصال مع كافه الاطراف، اولا لتذكير باهميه احترام القانون الدولي الانساني، احترام المدنيين، التخفيف من معاناه الناس، وبنفس الوقت التركيز راح يكون على نطاق الصحه، ونشوف كمان مع الهلال الاحمر السوداني يلي هو عنده اكبر تجمع من يعني من الفولنتيرز، انه نشوف اذا في تحرك لبعض الاشخاص عبر الحدود او داخل القطر. نعم. نقدر نساعدهم بمواد اساسيه، وهيدي بدها تتطلب تعاون مع الاطراف المحليه، المؤسسات المحليه وخاصه الوزارات لنشوف شو خطه العمل. لليوم انا بقول انه التركيز لازم يكون على نطاق الصحه اكيد.